متجر لتلومن ومتجر فني لبيع القطع الفنية، نرسم على الحقائب واللوحات، ومؤخرا أضفنا فواصل الكتب. ليتل وومن من اسمه هو نساء صغيرات، واللي ببين انه في اكثر من شخص بقلب المتجر، اللي هو انا وشقيقتي الكبرى واختي الصغيرة. السبب التسمية لانه كلياتنا مشاركين فيه، فحبينا انه يكون الاسم بيعني لنا كلنا. نستلهم من مصادر متعددة، احيانا من مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً بينترست، بيهانس، وأحياناً من أعمال فنانين سابقين، وأحياناً بيكون دمج بين فن قديم وفن حديث، وأحياناً منطوره كمان على طريقتنا الخاصة. كنت دائماً بتخيل يكون عنا مساحة وكيان خاص نقدر من خلاله نقدم الفن للناس. ما كان هذا الشيء ممكن لبعد ما اجينا على اسطنبول، شفنا قديش هي مدينه مليانه فن. فبعدها قررت وقلت انه ليش لا، ليش لحتى ما افتح متجر خاص فينا. غير طلبات الرسم، بساعد البنات بتغليف المنتجات وشراء الأدوات من المتاجر الإلكترونية. بالتأكيد كان عندنا كتير مخاوف، ولكن هاي المخاوف كانت بتصب بصالح تطوير المتجر. مثلاً واحدة منها، كيف ممكن نكون أقرب لذوق المشتري؟ كيف ممكن نكون جسر بيحاول يبسط ذوق المشتري مع الشيء اللي نحن بنقدر نقدمه ونعمله بشكل كتير حقيقي، بشكل مميز. اسطنبول له دور كتير كبير بإيجاد الفكرة، كونها مدينة متعددة الثقافات متنوعة مليئة بالأذواق. هذا الشيء ساعدنا جدا أن نكون بمحافل مختلفة متعددة، شاركنا بأكثر من معرض وتعرفنا على كتير ناس، صار عنا أصدقاء ومعارف. واحدة من أكبر إيجابيات عملنا بهذا المتجر أنه خلانا نتعرف على نفسنا، كيف ممكن نحن ندير هذا الموضوع بسهولة أكبر. فمثلا متجرنا فيه أكثر من مهمة، عن التسويق، تصوير، جلب الأدوات، التحضير، خلق بيئة مناسبة للعمل. كل واحدة فينا كانت قادرة أن تغطي مهمة من هاي المهمات.